كشفت صور حديثة عن انتهاك الجيش الإسرائيلي قرر المحكمة الإسرائيلية العليا والمواثيق الدولية بشكل عام حول حظر استخدام المدنيين كدروع بشرية. وتتهم منظمة بتسليم الحقوقية قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام قاصرين فلسطينيين كدروع بشرية خلال حملتها الأخيرة في نابلس. هؤلاء جنود إسرائيليون مدججون بالأسلحة وصدورهم محصنة بواقيات من الرصاص يجبرون سامح الشاب الفلسطيني على السير أمامهم تحت تهديد السلاح في إحدى شوارع مدينة نابلس خلال الاجتياح الأخير. منظمة بتسليم اتهمت الجيش الإسرائيلي باستخدام أطفال فلسطينيين دروعا بشرية في اجتياحاته وانتهاكه بذلك مقتضيات المواثيق الدولية التي تحرم هذا الفعل الشنيع. طلعوني أول واحد وقال لي امشي قدامنا، وكنتش عارف وين رايح، ما لقيت جايبين على الدار هاي، فأول ما فتت بلشوا إطلاق النار على الخزائن وعلى الأواعي على الأغراض، عملية تفتيش. جيهان البالغة من العمر 11 ربيعا كانت هي الأخرى درعا بشرية وضحية استباحة الجيش الإسرائيلي كافة القوانين والأعراف الدولية. أنا طلعوني بين الجنود، قال هي امي اجت اخذتني عند دار سيدي، فوتتني عند دار سيدي، اللي هو الجندي اجى ناداني، صارت تصح على امي وتقول له وين ماخذها؟ قال لها اسكتي وفوتها جوا. قال بقول لي يا بتحكي لنا يا بناخذك على السجن، صار يهدد فيي. قلت له بعرف بس دار مهجوره يعني ما حداش ساكن فيها، دار عاديه، ونزلوني عليها وخلوني انزل. جيهان وسامح ليسا وحدهما من استعملا دروعا بشريه. فقد أعلنت منظمة بتسليم أن الجيش الإسرائيلي استعمل أيضا طفلا فلسطينيا آخر يبلغ من العمر 15 سنة واستهجنت بشدة هذه الأفعال التي لا تمت للإنسانية بصلة. اثنان من الفلسطينيين الثلاثة الذين استعملوا دروعا بشرية قاصران، إنها قضية واضحة، فقد قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن هذا الإجراء غير قانوني. الجيش الإسرائيلي شهد الصور ويبدو حسب أحد المتحدثين باسمه أنه ليس فيها أي خرق للقوانين أو أي حالة من الاستخدام غير القانوني للمدنيين، وذلك على رغم قرار المحكمة الإسرائيلية حظر استخدام الدروع البشرية، ولا يستبعد أن يكون الجنود الإسرائيليون قد استخدموا دروعا أخرى في اجتياحاته المتكررة للمناطق الفلسطينية. سليم بوعسلة، العربية.